عن كيفية فتح باب النذر في لعبة ماينكرافت. أول شيء تقومون بإحضار حجر النذر أو الأوبسيدين، وثاني شيء تقومون بإحضار ولعة النار. والآن تضعون 4 صخور من صخر النذر أو حجر النذر، وأربعة صخور فوق، كذلك 4 صخور فوق، ومن هنا 2، وتقومون بإحضار الولاء والإشعة. هذا كل شيء في الفيديو. الآن سنقوم باستكشاف البوابة أمامكم. هذا هو الأصح، عالم النكاتام، عالم مدمر كليا. لمن يريد اكتشاف العالم يفتح البوابة ويكتشف على راحته. والآن سنعود إلى عالمنا الطبيعي. دخلنا البوابة، وكما ترون يمكننا العودة إلى عالمنا الطبيعي. هذا كل، أتمنى لكم المقطع اليوم قد أعجبكم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. نريد الوصول إلى 300 مشترك في أسرع وقت ممكن، لم يتبقى إلى 50 مشترك. أشوفكم بإذن الله في مقاطع أخرى، ومع السلامة. You